جيت لكم من هذا القنت دوار ايد حمو يحيى، صورت لكم وجاي مع الطريق 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 الطريق، وانا نوصل لهذا المفترق. كاين هذا الطريق وحده، كاين هذا الطريق جوج، كاين هذا الطريق ثلاثه، وكاين هذه اربعه. الاولى هذه كتدي لتيزنيت بون عمان، تيزنيت 33 كيلومتر، بون عمان 11 كيلومتر، وهاد البلاصه كتدي لسيدي ايفني. هنايا كاين عندنا قول ميم، اش كيصغي اش كيفاش تصوروا وخليهم ترونكيل. كاين عندنا هنايا الاخصاص قول ميم 76، اذا باقا لنا 76 المدينه قول ميم عبر هذا الاتجاه، وغادي نمشيو غير في الخلاوات. حنا غادي متابعي الاوفياء، عندنا لكم واحد بون عمان. الا رديتوا البال هنايا البون عمان، كاين عندنا بون نعمان الميم مضروبه بالقرطاسه شو با الصيادة كتصيدوا هنايا، شديتوا الميم وانتم ديروا لهذيك الثقبه، شنو بغيتوا تقولوا لينا؟ قرطاس كيدور في هذه البلاد ولا شنو؟ ما فهمتش دويو هكاك. هذاك القرطاس ديال الحلوف شو قداش ناهي الثقبه اللي دار قداش قداش ناهي؟ شنو كاليبري قدك ها؟ هادي كاع زوقتوها صاحبي بالقرطاس، مالكم مالكم؟ إذن والدرك الملكي في خدمتكم. كوني تما كاين هادو هما اللي حفظوني حفظوني حفظوني، هادو هما اللي وقفوا عليا في سميتو في تيزنيت، وعاودوا وقفوا عليا في هذا القنت من هنايا. شوم هما طالعين هذا السيكتور ديالهم نهار كامل، هما يجريوا في هذا القنت، جري منا جري منا جري منا جري من اللي جري من اللي جري من اللي بالليل وبالنهار. الله يسر لهم الامور. حفظوني دابا قال لي وصلت هنا، وصلت هنايا طريق السلامه طريق السلامه. الله يسلمكم وينجيكم والله يرحم لكم الوالدين. السلام عليكم السلام عليكم السلام. طلوا طلوا عطوني الممسكن، عطوني شحال من حاجه، الله يسر لهم الامور. خوت كامل لكم الطريق لهاد الجي، وخليكم معايا وانا مازال غادي لكم وسط جبال الاطلس، وسط الدغموس، وسط الارغان. وقلت لكم بان هاد الدغموس العسل ديالو مزيان، مهم للناس اللي عندهم الدقه. وكاينه واحد الوصفه كيديروا فيها هذا الدغموس، وليدات كيكونوا صغيرين كيكونوا طالعين كيحيدوهم وتيتبغوهم واش نمشي يديروا لهم. كاين واحد الوصفه للناس اللي فيهم الدق. ارغان هو هذا، وشفتوا الشجره ديال الارغان كله تقريبا ميت من غير هادو اللي جاوا في الجنب ديال الواد. شو هما اللي كيشربوا شويه ديال الماء جفاف في المنطقه. الخوت دزت لكم من هنايا، كاين عندنا واحد بورتيك، وكاين واحد كيصوبوا في واحد الواد، وكيصوبوا في الطريق كيفرقوا في هذاك الشيء عادي ما صورتوش لكم. نشوفوا ها المهم هو هذا، هادو ثلاثه ديال لي ضالو مديكالين. شوم ثلاثه ديال لي ضالو مديكالين، وكاين عندنا واحد الروبير. فين هو داك الروبير؟ في الارض بان ليا ديما كان هو اللي وقفت عليه. هذا الروبير اخوتي لي طوبو كروا فيها الاس ولا خمسه ولا اس شو هادي شنو كتعنيو بها؟ ما فهمتهاش. ديما كنتلقى معاها، قولوا لي شنو هو هادشي. ديما كنتلقى هذيك الزائد والاس. عندنا ثلاثه ديال لي ضالو عندهم نفس العبارات، واحد فيه جوج ثلاثه جوج شو ثلاثه هي سبعه. بلاتي نشوف هاد البلاكه شنو فيها، نرجعو ليكم نتوما نشوفو هاد الديكالاج لي درتو. دابا نتوما هاد الديكالاج علاش كديروه؟ ما درتوه كم ديكالي كيفاش؟ اشنو كاين هنايا؟ نتوما اللي شاف دوارو يدير لي النمره واحد، اللي شاف الدوار ديالو يدير لنا النمره واحد. ايد بن ناصر، ايد بن شاول، ما شحال من دوار، جوج ربعة سبعة دواور. دابا كل دوار عطيتوه عطيتوه تقايبه ديالتو من هنايا.
إذن عندنا جوج وثلاثة هي خمسة وجوج هي سبعة. هاي واحد بيكوب جاية، واحد طوموبيل جاية شتي الخدمة ديال هادي كيفاش دايرة. جاو أخوتي أش ضربوا لينا هنايا في الواد سبعة ديال الضلوات، دايروا جوج في ثلاثة في جوج، جوج في ثلاثة في جوج، شوف جوج في ثلاثة في جوج، ومدي كالين. أول مرة كنشوف أنا هاد الخدمة، واعرة، هذا أول مرة كنشوفها أنا، عجيب، أول مرة كنشوف أنا هاد الخدمة بحال داير. حيت الشانطي راه هو جاي من هنا، خليتو جاي من هنا، شو راه جاي من هاد الجهة، غادي يضربو من هنايا، غادي يضرب من فوق، شو غيكمل من هنايا، هادي الجهة ديالو. كتبوا لي اخوتي هاد الديكالاج اللي داروه هنايا علاش كيصلاح وكيفاش وعلاش داروه، وغنتبعوه حتى نشوفوا كيفاش غيخدموه، وخليكم معايا.